الكل في حاله ترقب وانتظار للقاء الغد ان شاء الله بين الاهلي والدحيل، وطبعا هو ده العنوان الابرز في كل وسائل الاعلام، لان هي طبعا مباراه ان شاء الله هتكون مباراه قويه جدا، وفي بطوله يعني عالميه، مونديال العالم للانديه، طبعا حاجه مهمه جدا. هنتكلم عن تناول الاعلامي لتصريحات الفريقين ورؤيه المباراه مع الناقد الرياضي الاستاذ محمد قديم. صباح الفل على حضرتك، نورت. مرحب بيك يا كريم، مرحب بنهاوندو. وفي البدايه طبعا حابب ان انا اهنيكم على البرنامج، يمكن اول مره اتشرف بوجودي معاكم، ان شاء الله يعني برنامج موفق باذن الله. نورنا يا محمد، وبعدين ده مكانك انت اصلا من ولاد قناه الاهلي، ربنا يعني يخليك. صحيح كده؟ طبعا قناه الاهلي ده طبعا البيت الكبير، والنادي الاهلي ده البيت الكبير، وان شاء الله يبقى زي كالعاده والواجهه المشرفه لمصر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وندخل كده بقى في التفاصيل على طول، ويمكن لو هنتكلم عن موسيماني طبعا والتشكيل وغيره، ويمكن التشكيل الدحيل كمان خلاص دلوقتي انتشر يعني واعلنوا عنه، لكن انا هتكلم عن فريقنا، وهتكلم تحديدا دلوقتي عن موسيماني. ويمكن هو اعتمد في يعني المباريات الاخيره كان يعتمد بشكل كبير عن او دي الاسلحه اللي بيعتمد عليها، هي الكرات الثابته والكرات العرضيه كمان. عمل ده وجاب جول في الزمالك، عمل ده وجاب جول في الوداد، وده كان ظاهر بشكل كبير. خلينا برضو من وجهة نظرك كده، هل بتشوف او خلينا مش هل بتشوف ازاي هيكون اللعب مع ان شاء الله الدحيل؟ طبعا هو في البداية يمكن هاخد من كلام كريم واقول على التغطية الاعلامية، طبعا النادي الاهلي عمل حالة في قطر بوصوله، ويمكن احنا تابعنا الفترة اللي فاتت او الايام اللي فاتت وصول الاهلي والشغف الجماهيري. صحيح. يمكن احنا ردود الافعال كلها اللي جاية من هناك انه حالة الركود اللي موجودة عموما في الخليج او في دولة قطر، الاهلي عمل حراك، بقى في روح، الناس بتروح تجيب التذاكر، عارف انت لما تبقى مستني حاجة انت بتحبها. طبعا. فطبعا هو من الناحية الاعلامية في اهتمام كبير جدا جدا. لو جينا نتكلم فني، اعتقد ان موسيماني الفتره دي هي فتره، يمكن هو راح كاس عالم الانديه قبل كده، ولكن هو كتشكيل وسكواد معاه هو ليه فكر معين. يمكن في ناس بتستغرب في بعض الاوقات انه في لعيبه بتبقى ماشيه كويس بتقعد احتياطي، ولعيبه بتلعب، زي خلينا اقول مثال ان محمد شريف كان ماشي كويس وبعدين جه ويلتر بواليا. هو ده يمكن مش اخطاء تكتيكيه اكتر من ان هو عاوز يوصل رساله للعيبه ان كله هيلعب معايا، وكل الناس يعني لازم كله يبقى رجليه في الملعب. ودي كانت وجهه نظره، يمكن انا كان ليا يعني حوار جانبي كده بعد ماتش بيراميدز، وسالته ليه اليو ديانج قعد في المباراه دي رغم ان هو متالق جدا، وعمرو السوليه برده نسبيا لسه راجع من اصابه مش جاهز بنسبه 100%. كان رده واقعي جدا، يمكن عكس معظم المدربين اللي بيحاولوا ان هم يجملوا الموضوع. قال لا، اليو ديانج انا عارف كويس قوي ان هو لعيب كويس وماشي كويس، ولكن عمرو السوليه محتاج ياخد ماتشات، محتاج ان هو يقف على رجليه علشان هيحتاجه في كاس العالم. اذا احنا هنا قدام مدرب عقليه، هو بيفكر في الادوات اللي هو هتكسبه، بيفكر في 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 اللعيبه ازاي يجهزها، ودي حته نفسيه على فكره مش اي مدرب بيقدر يعملها. طبعا. لو جينا نقيس الفتره اللي فاتت، موسيماني يمكن عمل حاجه ما حصلتش بقى لها 7 سنين، جاب بطوله افريقيا التاسعه، بنشوف النهارده الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه. التشكيل يعني مش هيتغير كتير عن الفتره اللي فاتت، يعني لو جينا نقول ان الشناوي في حراسه المرمى، طبعا خط الظهر من اليمين للشمال ممكن بنسبه كبيره، محمد هاني طبعا تعافى من الاصابه ونزل التدريبات وبقى يعني مشارك بشكل طبيعي جدا، فاز محمد هاني باك يمين. بدري بنون طبعا اصيب امبارح بكدمه كده في الانكل او في الكاحل، ان شاء الله يعني كل برضو الاخبار من هناك ان في تطمينات انه يقدر يلعب، وجنبه ايمن اشرف في قلب الدفاع، وعلي طبعا تونسي المخضرم علي معلول في الباك الشمال. منطقه وسط الملعب حتى الان اليو ديانج وحمدي فتحي، او اليو ديانج وعمرو السوليه هم المرشحين ان هم يلعبوا. فكره ان الناس تقول انه هيلعب بثلاثه في وسط الملعب، دي اعتقد هي فكره مستبعده او ضعيفه، احتمال ضعيف بالنسبه لموسيماني، لانه هو فكره انك تلعب بثلاثه في وسط الملعب هي دفاعيه اكتر، فبالتالي هتاخد من القوه الهجوميه بتاعتنا بتاعت الاهلي، وانت في مباراه زي دي انت محتاج يبقى في بالانس، محتاج يبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، لان انت مش داخل تدافع، انت داخل تلعب على المكسب، لانه زي ما انت عامل حساب للفريق اللي قدامك، الفريق اللي قدامك عامل حساب ليك، وحساب كبير جدا، لان الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن، فطبعا يعني الموضوع مش هيبقى سهل ابدا. لو جينا على الرباعي الامامي،
اعتقد انه محمد شريف ممكن يبقى الاقرب، وراه قفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، او يعني اجاي، بس اجاي ده ممكن يبقى احتمال ضعيف لانه برضو راجع من اصابه. احنا كده كده بنتكلم في اطار التوقعات، لكن يا عالم بقى بكره ان شاء الله هنشهد كل بقى كل ده متوقع طبعا موسيماني بالنسبه لمباراه بكره ان شاء الله. انا مش عايز بقى اسالك السؤال اللي جاي ده كمحمد قلبه الناقد الرياضي، لا انا عايزك يعني اساله لك كمرافق للفريق في مناسبات يعني متعدده وفي سفريات متعدده في البطولات الكبيره، ولا سيما البطولات الكبيره قوي زي كاس العالم للانديه، بتبقى الروح عامله ازاي؟ الاجواء عامله ازاي؟ اللعيبه ما بينهم وبين بعضيهم بيتعاملوا ازاي؟ بيقولوا لبعض ايه؟ طبعا هو الاهلي هو سيستم ونظام واداره، ما فيش حد بيخرج عن النظام. طبعا البطولات الكبيره اللي زي دي بيبقى التركيز كله على ان انت رقم واحد، ان انت تعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم مصر. طبعا تاني حاجه بطوله زي دي يعني الرهان فيها كبير جدا، عندنا مجموعه كبيره من الشباب موجوده في الفريق، يمكن اول مره يفوزوا ببطوله افريقيا، اول مره يشوفوا الاجواء بتاعه كاس العالم دي، فالموضوع هيبقى يعني في تركيز على شغف. وانا بالنسبه لي انا شايف ان الفريق الاهلي جهاز فني باداره بلاعبين مركزين في بطوله العالم، يمكن من قبل ما نروح كاس العالم واحنا لسه بنلعب مباريات الدوري بيبقى واضح جدا انت عندك حدث مهم، حدث عالمي زي ما بيقول، يمكن دي اهم بطوله يمكن للانديه بشكل عام، هي بتبقى بونص اكتر عشان انت فزت ببطوله دوري الابطال في القاره، فالموضوع بيبقى عارف انت ايه يعني انت داخل كرنفال، ويمكن دي تعليمات الجهاز الفني للاعيبه على فكره، انه انت ما تحطش ضغط عليك ابدا، انت مش رايح ان انت تفوز بكاس العالم للانديه، طبعا هو ده حلم لينا كلنا وحلم مشروع، ولكن انت محتاج تخف الضغوط من عليك. الناس يمكن الفتره اللي فاتت لو لاحظنا كريم بدات تقول بايرن وهنكسب، دي حلو بايرن، لو تلاحظ معايا اخر يومين او اخر ثلاث ايام كل التصريحات اللي طالعه من بعثه النادي الاهلي كلها فيها تقدير واحترام لفريق الدحيل القطري طبعا. فريق بيمتلك عناصر مميزه، فريق يمكن هو الثاني في جدول الدوري القطري، ولكن المباريات اللي زي دي بيبقى ليها حسابات ثانيه، يعني انت بتتكلم انه الفريق الاهلي محتاج 3 ماتشات وياخد البطوله، لو بنتكلم على ارض الواقع انت تلعب الدحيل ثم بايرن ميونخ ثم الفاينل مثلا، فاذا الموضوع مش بعيد، وفي النهايه هي الملعب موجود. مواجهه بطل اوروبا صعبه نادي بايرن ميونخ طبعا كلنا عارفين، ولكن هي ستيب باي ستيب، لازم الاول ماتش الدحيل القسم الاولاني، لان انت ممكن جدا تلعب ماتش الدحيل وتبقى كويس بس يبقى عندك اخطاء فما تقدرش تتلاشاها، او يظهر عندك في ماتش الدحيل اخطاء نقدر نعالجها. في النهايه انا لو بتكلمني نصيحتي للاعيبه، لا انت العب زي ما بيقولوا لنا في الكوره كده، العب لعبك العادي، يعني ما تحطش نفسك تحت ضغط، هيلعب لعبه الطبيعي، ان الاهلي ان شاء الله هو يعني فرصه اكتر من الدحيل، هم عاملين برضو لينا حساب كبير جدا، لان النادي الاهلي طبعا يعني كعناصر و الى اخره، وبعدين في عنصر مهم جدا 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 وهو الجمهور. العنصر ده احنا بنعاني من غيابه هنا في مصر بقالنا فتره كبيره جدا طبعا، واعتقد ان مفيش اي فرد في المنظومه الرياضيه كان او يتمنى انه ما يبقاش في جماهير، فطبعا اللي بنشوفه من جماهير النادي الاهلي في قطر او رابطه المشجعين في قطر دي حاجه يعني مش عاوز اقول ملحميه عشان يعني ما اديش ما اقولش الفاظ قويه، ولكن هو فعلا حاجه صعب جدا ان هي تتوصف. اللعيبه نفسها لو بنشوف الاستقبال ليهم وترحيبهم طبعا حاجه تدعو للفخر يعني. طيب محمد انت بتسترسل قوي وانا ببقى عايزه اوقفك بس مش عايزه اقطعك طبعا، هرجع لنقطه الدحيل لو تسمح لي، وزي ما احنا قلنا هنركز في ده، ويمكن ده موسيماني ذكره اكتر من مره، احنا هنركز في الخطوه اللي قدامنا دلوقتي وبعدين نبقى نشوف ان شاء الله لو عديناها على خير باذن الله ده يحصل. بس لو هنتكلم عن الدحيل تحديدا، يمكن هو طبعا يعني اسس حديثا 2009، ولكن برضو زي ما انت قلت هو مش منافس او قسم ضعيف، هو لازم يتعمل له يعني الف حساب، وهو عنده كمان يعني هجوم قوي جدا وعنده لعيبه بلاي ميكرز اقوياء جدا، ذكرنا فكره ان هو الدفاع عنده فيه مشكله شويه، بس يعني مش دي برضو القصه. انا عايزه انت كبرضو ده الملف اللي انت متخصص فيه تقول لنا وكناقد رياضي رؤيتك للماتشات اللي بتكون زي كده بيتم فيها التركيز على الجوال من الدقائق الاولى لاستغلال فكره ان الدفاع بيكون مش قد الهجوم، ولا الرؤيه بتبقى ازاي؟ هو المباريات اللي زي دي اللي بيتحكم فيها او اللي بيبقى فارق هو شخصيه الفريق،
او شخصيه اللاعبين. انا ممكن ابقى نازل طبعا هما الفرقتين حتى لو الاسماء معروفه ولكن مفيش احتكاك مفيش مواجهات مباشره كتيره بين الفرقتين، فحتى لو بتتفرجي على الماتشات بتاعتهم هنا الشخصيه هنا اللي بتفرق. انا مين اللي هيفرض اسلوبه، مين اللي هيقرا الماتش، مين اللي هيطلع من الماتش زي ما هو عاوز. برضو ممكن الماتش ده في ناس بتقول لازم نعمل اداء كويس، هو في النهايه النتيجه هي الاساس اكيد. فانا رايي انه الشخصيه والتركيز في المباراه دي اعتقد انه هيبقى الشغل على الاجناب، يعني من جانب النادي الاهلي هيستغلوا الاجناب، لان انا الاحصائيه بتقول انه أهداف تلقاها فريق الدحيل القطري كان من العرضيات ومن الجبهة اليسرى، يعني الأهداف اللي بتدخل فيهم من العرضيات أو من الجبهة اليسرى. فإذا هنا بيبين لنا أنه خط الدفاع مش على ما يرام، رغم أن في أسماء كبيرة مهدي بن عطية وأحمد ياسر المحمدي، ولكن الإحصائيات بتقول لنا أن خط الدفاع الجبهة اليسرى تحديدا وقلبي الدفاع ممكن يبقى عندهم مشاكل، ودي اللي نقدر نستغلها بالسرعات اللي عندنا. يمكن مهدي بن عطية كان بيلعب في يوفنتوس، كان بيلعب طبعا في اليوفي، ولكن برضو اليوفي الفريق بيشيل ممكن اللعب شويه، يعني لما انا العب في يوفي ادائي يبقى مختلف عن لما العب في الدحيل او العب في دوله تانية غير او فريق تاني غير اليوفي. طبعا فريق كبير جدا، يعني لو جينا نتكلم على نقاط قوة الدحيل أعتقد هو الخط الأمامي أكتر، يعني أولونجا طبعا مايكل أولونجا أو ميشيل أولونجا ده لسه منضم حديثا للفريق، ولكن سجل ثلاثية أو هاتريك في مباراة أهلي قطر في كاس قطر. يمكن التشكيل المتوقع برضو لو بنتكلم عنه هيبقى صلاح زكريا، ده برضو حارس مرمى شاب صغير السن، ده لسه برضو لسه واخد الفرصة قريب مع خالد لاموشيه المدير الفني. الدفاع طبعا مهدي بن عطية وأحمد ياسر محمدي، ده قلبي دفاع. الجانب الأيمن إسماعيل محمد، والباك الشمال سلطان البريك. لاموشيه بقى يعني في لاعب في وسط الملعب الارتكاز علي كريمي ولويس جونيور، دول اللي هم زي أليو ديانجو وعمرو السولية عندنا، دول الارتكاز المدافعين. في الهجوم هو عنده ورقة ممكن يعتمد عليها ان هو راس مثلث مقلوب يكمل نص الملعب او يلعب مهاجم، وهو عبد المعز علي ده ممكن يلعب قدام علي كريمي وجونيور. وكمان أولونجا طبعا ده يعني ده الفرود الشاب اللي عليه امال كبيرة جدا، وبيلعب وراء إدميلسون ودودو، دول ثنائي برضو خطير جدا. يمكن دول اللي لازم موسيماني يتعامل معهم بشكل كويس، لازم يبقى فيه رقابه، لازم ما يبقاش فيه مساحات، علشان يعني اللعيبه المهاريه لو تساب لهم مساحات في ارض الملعب هيقدروا يخلقوا فرص ويمثلوا ضغط علينا. اكيد المباراه دي انا شايف ان البدايه مهمه جدا، لازم نحافظ حتى لو ما سجلناش هدف، لازم ما يدخلش فينا اهداف، لازم وانا وجهه نظري يعني توقعي انه ان احنا هنقفل الملعب شويه، يعني مش هندافع ولكن هنقفل الملعب كويس زي ما كنا. الاهلي بيلعب قدام بيراميدز في الماتش الاخير قبل طبعا السفر، الاهلي قفل تمام، مفيش اهداف طبعا، ما استقبلش اهداف، والفكره انه المرتده التكتيك بقى اللي هم متمرنين عليه، التحركات بشكل معين، الفرود مثلا بيتحرك ازاي، الهجمه المرتده عندنا الشحات في سرعات، شريف في سرعات، قفشه في سرعات، لو بنتكلم على طاهر او كهربا في سرعات. فاذا الرباعي الامامي عندنا يقدر ان هو بسرعاته وبالمهاره وبالتكتيك اللي موسيماني هيوجهه لهم او هيقوله لهم يقدر ان هو يخطف دفاعات الدحيل. بس هو فكره تقفيل الملعب مش تتماشى اكتر مع ماتشات الدوري مثلا او اي بطوله بقى فيها مساحه لتجميع النقاط مش حسب كما هو الحال في كاس العالم للانديه؟ ما هو خلي بالك انت ما تقدرش برضو تجازف في مباراه زي دي، لان المباراه دي نوك اوت، انت ممكن تخسر الماتش ده، فمش هيبقى عندك الفرصه او الطموح اللي انت بتسعى ليه. ما هو ده السبب اللي خلاني اقول لك الملحوظه دي، ان انت بالعكس بدل ما تقفل المفروض تبقى انت مسيطر ومهاجم. ما هو التقفيل غير الدفاع، انا ممكن اقفل يعني اقفل المساحات لما الكره تبقى مع المنافس. انا اقفل ما فيش مساحات، ما اديش مساحات للمهاجمين او او لعيبه خط النص ان هم ينتشروا ويعملوا شغلهم. هو ده اللي بقول لك عليه يا كريم، فرض الشخصيه وفرض الاسلوب. انا ممكن اسيبك تلعب بالكره زي ما انت عاوز في نص الملعب، ولكن لما تيجي في التلت الامامي عند مناطق الهجوم الدفاع عندي لا، بيبقى في طموحك بيوقف بالظبط. هو ده
وفي الحته في الوقت اللي انت بتقطع منه كره هو نفس الوقت اللي انت لازم تبدا بيه هجمه وهجمه سريعه. يعني هو زي ما بقول لك بالانس. الاهلي ان شاء الله يعني على الورق هو قادر ان هو يتخطى الدحيل، ولكن بمزيد من التركيز مش بالكلام بس. واحنا زي ما اقول لك التصريحات الفتره اللي فاتت او اليومين ثلاثه اللي فاتوا، شفنا محمد الشناوي، شفنا المدرب المساعد، شفنا معظم اللعيبه بيحترموا فريق الدحيل وبيتكلموا عن انه فريق قوي ويمتلك عناصر مميزه. من هنا دي بدايه التركيز، ان انا بدي للفريق اللي قدامي حقه وبديله وضعه وبدخل نفسي جوه اجواء المباراه، بخرج نفسي من ماتش بايرن. لانه فكره انك انا لو كسبت الدحيل هلاعب بايرن دي فكره لوحدها بتضغط. يعني احنا نفسنا كنقاد او لو بنتكلم كجماهير او احنا مضغوطين. يعني انا مثلا الناس بتفكر دلوقتي هنقابل ازاي ليفاندوفسكي وهنقابل نوير ازاي. يا جماعه احنا عندنا ماتش مهم ده الاول. صحيح. لو قدرنا نفوز انت الماتش ده هو اللي هيدي لك الايمج اللي انت تبقى داخل بيها الماتش البايرن، وانت ان شاء الله واقفين على رجلينا. طب برضو لو قارنا، عشان لو احنا هنشوف او نحلل احنا مع بعض دلوقتي فكرة هنا الاداء، الدحيل برضو في الماتشات او اتكلم على الدوري الحالي مش في افضل حالاته، يعني كان يمكن في الدوري السابق افضل. هل ده الى حد ما ممكن يكون شوية في خلل في الفريق، ولا ده ممكن يكون يترجم ان التركيز الاكبر كان على المونديال؟ يعني برضو تحليلك لده ايه؟ هو ممكن يبقى برضو المشاكل الدفاعية، لو احنا الاحصائيات اللي احنا بنقولها بتقول ان في مشاكل في الفريق. بالظبط. احنا لازم نستغل ده، يعني ده لازم انت تلعب عليه. وبرضو انا اعرف يعني معلوم، بس ده لو افترضنا ان هم مش هيتداركوا المشاكل دي، لان الاحصائيات اللي قدامنا بطبيعه الحال هي قدامهم هم كمان وعارفينها اكيد، بس واكيد الجهاز الفني عارف كويس جدا كل ثغره موجوده عنده وكل دروب موجود فيه، ده طبيعي. بس احنا لو بنتكلم على فريق هو انت ما شفتوش قبل كده او هو ما شافكش قبل كده، بتبقى الموضوع مجهول شويه. انما انت موسيماني بيتفرج كتير جدا 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 على فكره، ودي برضو معلومه من المديرين الفنيين القليلين جدا اللي بيشتغل بالفيديو كتير قوي مع اللعيب. يعني في ماتشات كانت في الدوري كان الطبيعي ان المحاضره الفنيه اللي قبل المباراه اللي بيعلن فيها التشكيل دي غالبا بتبقى من 10 دقائق لربع ساعه، وبتبقى نظريه فقط لا غير. موسيماني يمكن من اول ما مسك الاهلي في المباريات اللي تولى فيها المسؤوليه، بنسبه 90% المحاضره دي اللي بتبقى قبل الماتش اللي بيعلن فيها التشكيل بتبقى بالفيديو، وبتوصل لنص ساعه، وبيحفظ اللعيبه الوضع وبيذاكر الفرق كويس جدا. ويمكن هو لما جاله فيروس كورونا وما سافرش مع الفريق النيجر لمواجهه سونيديب، كان في العزل بيتفرج على ماتشات وبيتابع الفرق اللي المفروض الاهلي يعملها. الحته دي يمكن في ثقه شويه في موسيماني، او هو بيجيد الموضوع ده، يعني بيتفرج كتير جدا على ماتشات، بيفرج اللعيبه، بيعرف اللعيبه اماكن القوه والضعف في المنافس واماكن القوه والضعف عندنا، علشان انت النقط الضعف اللي عندنا نتلاشاها ونقط القوه تزودها وتشتغل عليها. هو في الحته دي بصراحه كويس، وحتى الان هو يعني موسيماني بيقدم مستوى، مش هقول جيد، مستوى مقبول حتى الان. هو على الورق وبالارقام وبكل حاجه هو يعني ناجح جدا. يمكن الاداء مش زي ما الناس متخيله، ولكن برضه هو في مهمه صعبه، لانه عنده لعيبه لسه ما دخلتش فورمه، لسه لعيبه بتيجي عنده قصه برضه. بتتكلم ان احنا ما خسرناش برضه، يعني ما فيش فرقه بتكسب على طول. الفريق الوحيد اللي ما خسرش في الدوري العام هو النادي الاهلي. بالظبط. والظروف اللي هو جه فيها والوقت الضيق، يعني اعتقد طبعًا لا يعني اكتر من مقبول شويه لحد دلوقتي. طبعا انا مش عاوز اقول برضه، يعني انا هو جيد ومقبول وحاجه كويسه، بس الناس دايما بتربط انه الاهلي لازم يلعب كره حلوه، الاهلي لازم يبقى كويس، بس ده مش دايما طول الوقت. احنا الاهم دلوقتي في بطوله دوري انت مركز فيها، في بطوله كاس عالم الانديه، احنا كلنا بنطمح ان الاهلي يبقى كالعاده بيشرف مصر، يعني دايما اسم الاهلي في المحافل الدوليه مرفوع. ولكن انا عندي نقطه يمكن انا حابب اتكلم فيها، وهي انه لعيبة الأهلي، في بعض من اللعيبة لسه يمكن شخصيتهم مش هقول ما تبلورتش بالظبط، ما عدوش بالاحتكاك ده.
فبالتالي انا اخاف على لعيبه الاهلي من عارف انت كريم الرهبه هي دي ده بالنسبه لي الحاجه دي النقطه اللي انا فكرت فيها وانت بتقول من شويه في اجابتك على سؤال سابق تفصيله ان عندنا عدد كبير من اللعيبه ما لعبوش في البطوله دي بالتحديد قبل كده فبالتالي ممكن ده يبقى له انعكاسات اتمنى يكون ليها جانب ايجابي ان احنا نشوف الطاقه وانهم عايزين يسجلوا يعني اسمائهم بحروف النور في مواجهه مهمه في بطوله مهمه زي دي فاحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا في حلقتنا النهارده نورتنا وافدتنا بمعلوماتك الوفيه ربنا يخليك انا مبسوط ان انا كنت معاكم ومعاك يا نواند وبشكر طبعا كرو العمل كلهم اصدقائنا يعني طبعا. وشغل مميز وان شاء الله موفقين باذن الله مكانك يا محمد وان شاء الله تيجي معانا مره ثانيه باذن الله تكون ضيف عزيز علينا فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم